أهلا بكم. في إحدى الألعاب تم صنع رمز باستخدام ألوان مختلفة عن طريق لاعب واحد صانع الرمز، واللاعب الآخر محلل الرمز يحاول تخمين الرمز. صانع الرمز يعطي إرشاد حول صحة الألوان والموقع الصحيح لها. حسنا، الألوان المحتملة هي أزرق، دعوني أحدد هذه باللون الفعلي، أزرق، أصفر، أبيض، أحمر، برتقالي، وأخضر. الأخضر تلقائيا مكتوب باللون الأخضر، لكنني سوف أحدده باللون الأخضر الفعلي. كم عدد الرموز التي يتم صنعها من الأربع ألوان إذا كان ممنوع تكرار اللون؟ إلى حد ما، كل هذه الفقرة في المقدمة ليست مهمة إذا أردنا الاختيار. لنرى، نحن نختار من كم عدد الألوان. هنا لدينا 1، 2، 3، 4، 5، 6 ألوان، ونحن سوف نختار 4 منها. كم عدد الرموز التي يمكن صنعها من 4 ألوان إذا كان ممنوع تكرار الألوان؟ حسناً، هذه رموز سوف نفرض أنها أزرق، أحمر، أصفر، وأخضر. هذه مختلفة عن أخضر، أحمر، أصفر، وأزرق. سوف نفرض أن هذه ليست نفس الرمز، بالرغم من أننا اخترنا نفس الأربعة ألوان. سوف نفرض أن هذه رمزين مختلفين، وهذا مهم لأننا نتعامل مع رموز. إذن هذه رموز مختلفة، different codes. إذن هذه سوف تحسب على أنها رمزين مختلفين هنا، بالرغم من اختيارنا لنفس الألوان، نفس الأربع ألوان التي اخترناها لكن بترتيب مختلف. الآن لنفكر بشأن كم عدد الطرق المختلفة التي يمكننا بها اختيار 4 ألوان. لنقول أنه لدينا 4 فتحات هنا، فتحة، 2، 3، و4 فتحات. وفي البداية نحن نهتم فقط بعدد الطرق التي يمكننا بها اختيار الألوان لتلك الفتحات هنا. هذه الفتحة الأولى، لم نقم باختيار أي لون بعد. حسنا، لدينا 6 ألوان ممكنة، 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذن سيكون لدينا 6 احتمالات مختلفة لهذه الفتحة هنا. إذن لنضع 6 هنا. الآن لقد أخبرنا السؤال أنه لا يمكن تكرار الألوان، لذا أيا كان اللون لهذه الفتحة سوف نأخذه خارج الألوان المحتملة. إذن الآن عندما أخذنا ذلك اللون خارجا، كم عدد الاحتمالات عندما ننتقل لهذه الفتحة؟ عندما ننتقل إلى الفتحة التالية، كم عدد الاحتمالات عندما ننتقل إلى الفتحة التالية هنا؟ حسنا، لقد أخذنا 1 من 6 ألوان للفتحة الأولى. إذا لدينا 5 احتمالات هنا فقط. وبنفس المنطق، عندما ننتقل إلى الفتحة الثالثة علينا أن نستخدم 2 من الفتحات، أي لونان آخران. إذا سيتبقى لدينا 4 احتمالات فقط. ثم للفتحة الأخيرة سوف نكون قد استخدمنا 3 من الألوان، ويتبقى لدينا 3 احتمالات. إذن إذا فكرنا بكل الاحتمالات، بكل التباديل، والتباديل هي عندما نفكر بكل الاحتمالات ونهتم بشأن الترتيب، بحيث نقول أن هذا مختلف عن هذا، هذا تبديل مختلف عن هذا. لذا كل التباديل المختلفة هنا، عندما نختار 4 ألوان من 6 ألوان محتملة، سوف يكون 6 احتمالات للأول، 6 احتمالات للأول، ضرب 5 للثاني، ضرب 4 للثالث، في الموقع الثالث ضرب 3. إذن 6 ضرب 5 يساوي 30، ضرب 4
ضرب 3، إذن 30 ضرب 12، إذن هذه 30 ضرب 12 التي تساوي 360 احتمال لرمز من 4 ألوان. إلى اللقاء.